بك إلا مكانك. هيا يا صغير. البحر لأنه هو المتنفس الوحيد للسكان في مدينة غزة، وإذا بنحكي على جمهور البحر هو جمهوره منه فيه، يعني البحر بيكون مليان بالناس. مجرد ما إنه أنت تبلش تشغل الشاشة، تشغل جهاز الصوت، الناس تبدأ تيجي تتجمع تسأل شو فيه. لما بيعرفوا إنه فيه فيلم بقعدوا بتفاعلوا مع الموضوع وبحبوا الموضوع. أنا كنت قاعدة هيك على البحر، فجأة لقيت هيك شاشة يعني مضوية وأشياء وأجواء، فكتير حبيت الموضوع وجيت أتفرج، وخاصة إنه إشي هذا ما عمري شفته يعني خاصة بغزة. لما شفته قعدت وانبسطت كتير كتير، يعني إشي كبير وسينما وأشياء ومتعة وحواليه أطفال وقاعدة وبأحضر، إشي حلو كتير وبتمنى أعيد التجربة كمان. يعني أجواء الأجواء على البحر لما يكون في سينما أجواء رهيبة وحلوة كتير. يا ريت لو في غزة يعني سينما زي هيك نقعد ناكل فشار ونكيف، بس للأسف مش وضعها المادي قليل جدا، ما بقدرش توفر هالشغلات هذه. لو في كان انبسطنا كتير، بس للأسف مش. مراعيين في فكرة اختيار الأفلام إنه هي ما بتتعارض مع العادات والتقاليد والدين، هي إشي ممكن يتقبله الجميع، فبالتالي ما واجهتنا أي إشكاليات في الموضوع هذا. ناعماً لست ثور الزهور، أنت مفرمة. أنا بخلص عليك المرة دي يا بني. فيلمان، لا يجب أن تكون هنا. الآن يتصرف كثور. في قلبك يوم المدهش أشعر بذلك.